واحدة بعد تالي تقول لي بعد الحمد لله على سلامتك أريد أن أرسل لك أشياء جاءتني من السماء، يعني إيه رؤية ولا الحاجات اللي تجيلك في السماء احتفظ بيها السر. شوفي قيل عن العذراء اللي شافت رؤى ملهاش حصر ومعجزات من المسيح في طفولته ملهاش حصر، يقول عنها الكتاب كانت تحفظ كل هذه الامور متأملة بها في قلبها، لكانت تحكي ولا تشرح ولا تفتخر ولا حاجة. فانت قولي لربنا يا رب ان كان الحكاية دي منك تثبت وما كانتش منك تزول ما